السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. معاكم المهندس محمد لطفي الإيراني، مهندس السلامة والصحة المهنية EHSC Advisor. حابب بس نتكلم شوية مع بعض وندردش عن بعض الدروس السيفتي. وقبل ما أبدأ وأتكلم عن السيفتي انستراكشن كسلسلة هبدأها معكم النهاردة بأول درس. هتكلم الأول كده عن جملة بتعجبني وأنا بحب أبدأ بها كلامي أو محاضراتي. بتقول إن safety is a very fragile thing، أو السيفتي أو السلامة والصحة المهنية ده شيء هش جدا. وحابب أشرح الجملة دي معناها إيه، يعني إيه safety شيء هش. انت كراجل في منظومة السلامة والصحة المهنية، عشان خاطر تحط او عايز تعمل منظومة للسلامة والصحة المهنية، ممكن الفكرة الواحدة، فكرة السلامة والصحة المهنية في شركة تاخد منك دقيقة. فبقول ان it only takes one minute to draft a safety regulation، يعني الموضوع ممكن ياخد منك دقيقة عشان تاخد قرار ان انت عايز تطبق السيفتي. takes one hour to attend a meeting to discuss safety at work، ياخد منك الموضوع ساعة عشان تناقش موضوع السلامة والصحة المهنية في الشغل. one week to set up a safety program، الموضوع ممكن ياخد منك اسبوع عشان تحط برنامج كامل للسلامة والصحة المهنية في الموقع. it take one month to implement the program، يعني ممكن الموضوع ياخد منك بقى شهر مجهود عشان تطبق برنامج السلامة اللي انت حطيته في الموقع. one year to win a prize for safety، والموضوع ممكن ياخد منك سنة عشان تفوز بجائزة على مجهودك الكامل خلال السنة دي في تطبيق السلامة والصحة المهنية. one lifetime to mold a safety conscious employee، يعني ممكن تقعد حياتك كلها عشان تبني موظف عنده الوعي الكامل تجاه منظومة السلامة والصحة المهنية. وده أصعب شيء في منظومة السلامة، إن أنت تغير وعي الموظفين عندك أو تغير وعي الناس العاملين في الشركة. and just one second to destroy all of this، والموضوع ممكن في أقل من ثانية واحدة أو ثانية واحدة بس تدمر كل اللي احنا قلناه اللي فات. عشان كده منظومة السيفتي هشة جدا، أو في وجهة نظر معظم الشركات الانترناشونال ان السيفتي ده شيء فراجل سينج، يعني شيء قابل للكسر. قابل للكسر زي ما قلنا ليه، ان انت ممكن تقدر تقعد تبني فيه طول حياتك وفي خلال ثانية واحدة كل اللي انت بنيته بيتهد. زي ما قلت لكم وزي ما شرحت، ان انا حابب ابدأ معاكم بسلسلة اللي هي سيفتي انستراكشن، او تقدر تسميها السيف سيستم اوف وورك او سيفتي وورك انستراكشن، او اي حاجه من دي بتدل في الاخر على النظام العمل الامن، او هي ايه تعليمات الامنه للشغل في موقع العمل. انا هبدا السلسله بالتولز او بباب كويس جدا، نبدا بشابتر كويس جدا نبدا بيه دروسنا او محاضرتنا، وهو التولز بكل انواعها. وزي ما هبدأ معاكم الكلام في التولز، حابب اقول للناس ان احنا هحاول ان انا الم كل الكلام اللي ممكن يتقال في التولز من خلال كلامي. ولو نسيت حاجة او في حاجة بالنسبة لي قلتها، كل حاجة طبعا تحتمل الصواب والخطأ. لو في حاجة من وجهة نظرك انت شايفها ان في حاجة انا قلتها خطأ او غير صحيحة، ياريت نصحح معلوماتنا لبعض، وكل الناس بتتعلم من بعض، وزي ما احنا قلنا هنعيش ونموت واحنا لسه بنتعلم من بعض. وده شيء كويس جدا ان احنا بنتبادل المعلومات او بنتبادل الخبرات. اول حاجة طبعا زي ما حبيت ان اتكلم في التولز، هبدأ كلامي بان طالما اتكلمت عن التولز يبقى لازم نعرف القاعدة اللي بتقول، او اي الجملة الشاملة اللي بتقول في البند بتاع التولز، ان احنا لازم نستخدم التولز المناسبة في العملية المناسبة، يعني نستخدم الادوات المناسبة للشغلانة اللي انا هعملها، بس نستخدمها بأمن طريقة.
طيب طالما هنتكلم عن التولز يبقى لازم نعرف ان serious accident can occur when tools are used improperly، يعني ان بعض الحوادث الجادة او الحوادث الخطرة الشديدة بتحدث نتيجة استخدام الادوات الخاطئة في العمليات الغير مناسبة. طيب اول حاجة انا هقولها ان انا طالما اتكلمت عن التولز انا متكلم عن الريسكس، ايه هي المخاطر اللي موجودة في استخدام الادوات. اول حاجة اول خطر او الريسك عندنا هو use of tools unsuitable for the task، ان انا هستخدم اداة غير مناسبة لتأدية وظيفة غير مناسبة لهذه الاداة، ان انا ممكن استخدم spanner مثلا، او ان انا اتكلم استخدم اي اداة غير صالحة للطرق استخدمه كهامر، وده ممكن يسبب حادثة. يعني ان انا عندي مفروض حاجة محتاج اطرق عليها، او ان انا استخدم حاجة اللي هو استخدم الشاكوش، فبدل ما استخدم الشاكوش استخدم اي حاجة جنبي زي المفتاح مثلا او المفكات ان انا اطرق بيها، وده استخدام الاداة الغير مناسبة للعملية الغير مناسبة، يبقى ده اول خطر عندي. طيب تاني حاجة البورلي مينتيند تولز، اللي هي عدم الصيانة الجيدة للادوات اللي عندي، ان انا عندي ادوات بس مش متصينة، الاداة موجودة بس اخر عملية صيانة تمت من فترة بعيدة جدا، او عملية الصيانة الفقيرة اللي هي من غير اهتمام، ان انا اصلا ما صينتهاش بالشكل المطلوب او صينتهاش بالشكل السليم. الريسك التالت او رقم تلاتة ان احنا الشخص اللي بيستخدم الاداء مش لابس مهمات الوقاية بتاعته، يعني زي ما احنا قلنا ان احنا هنتكلم عن كل حاجة يبقى لازم نشمل نعرف ايه هي المخاطر اللي ممكن تواجهني من استخدام الادوات، ايه هي الريسكس اللي ممكن تعود على الشخص اللي بيستخدم الادوات. زي ما قلنا ان هو ممكن يستخدم اداة غير مناسبة، ممكن يستخدم اداة مش معمول لها صيانة، ممكن يكون الشخص نفسه اصلا مش لابس مهمات الوقاية. طيب زي ما اتكلمنا عن الريسكس لازم نتكلم عن السيف يوز، ايه هي بقى الطريقة الامنة لاستخدام التولز. عندي بعض التيبس اللي انا بحطها كده، ان هو زي ما بيقولوا كام ملاحظات او الهينتس اللي احنا بنحطها للشخص، طالما هتستخدم اداة لازم تلتزم بيها، ولو التزمت بيها مش هيحصل اي مشكلة. طيب ايه هي؟ رقم واحد بنقوله obtain sufficient instruction and information prior to use، يبقى لازم يكون عندك المعلومات الكافية عن استخدام هذه الاداة قبل ما تعمل الشغلانة باستخدامها، يبقى انا لازم يكون عندي معلومات كافية عن الاداة. انا والله هستخدم صاروخة وهستخدم شنيور وهستخدم شاكوش وهستخدم اي اداة يدوية او كهربية او خلافه، لازم اكون بعرف استخدم هذه الاداة وإلا هيحصل مشاكل. طيب تاني حاجة select the appropriate tool، يعني ايه؟ يعني استخدم اداة مناسبة لعمل الشغلانة، ما ينفعش اروح اجيب اداة غير مناسبة، اجيب صاروخ مثلا وانا عايز حاجة عايز اخرم خرم، يعني يعني مفروض ان احنا بنستخدم الاداة المناسبة للوظيفة المناسبة. عندي مثلا خرم عايز اعمل خرم مثلا 2 ملي 3 ملي، فبجيب الشنيور وبجيب البنطة المناسبة وبجيب الادوات بتاعتي ادوات الحماية اللي هي هتحميني من هذه المعدة اللي انا هستخدمها. ما ينفعش ان انا اجيب مثلا مفك احاول اعمل بيه الخرم، طب انا عندي الاداة المناسبة اللي بتعمل خرم، وهكذا. ما ينفعش اجيب مثلا اسبانر او اجيب مفك واستخدمه في الطرق ان انا اخبط بيه واستخدمه كشاكوش، يبقى دي تاني طريقه لاستخدام، تاني طريقه امنه لاستخدام الايه الادوات العدد اليدويه او العدد ايا يكن بقى، عدد يدويه كهربائيه او يدويه تشتغل مانوال يعني. طيب رقم 3 where is the proper personal protective equipment، يبقى لازم ترتدي مهمات الوقايه المناسبه. يعني مثلا لو انا هستخدم الصاروخ او صاروخ القطعية او صاروخ التجليخ الحجر، فلازم ان انا اكون لابس حاجتي كاملة، لابس بقى الابرون بتاعي ولابس اللي هو الدراع الواقي ولابس اللي هي المريالة ولابس الوش الفيس شيلد بتاعي ولابس النضارة وخلافه. لو الحاجة دي هتطلع رايش هتحميني منها اكون لابس الخوزة، اكون لابس الجوانتي جلافز بتاعي. فطول ما انا لابس المهمات هي دي المهمات الوقائية بتاعتي، يبقى انا كده حميت نفسي من مخاطر هذه المعدة. طيب في حاجة كمان رقم 4 بتقول ان انا never leave tools lying around، تمام. اللي انا بقول ان انا بعد ما بستخدم الاداة لو سمحت ما تحطش الاداة اللي جنبك دي، ما تحطهاش في اي مكان على الارض او حواليك او في مكان غير مناسب. استخدمت الاداة وخلصتها خلاص، لو سمحت لم الاداة دي وابدأ احفظها تاني في مكانها في الستور هاوس او الوير هاوس في المخزن بتاعها،
بنا طالما استخدمت أداة وانتهيت من استخدامها، لو سمحت ما ينفعش إن أنا أسيب الأداة موجودة في مكان العمل. آخر حاجة، آخر جزئية هتكلم عليها من السيف يوز الاستراكشن بتاع التولز، إن أنا الانسبكشن الفحص. طيب إيه هو بقى الفحص؟ أو هتكلم أقول إيه عن الفحص؟ الفحص عندي إن أنا أفحص المعدة، make sure that all tools including power tools and hand tools اللي احنا بنقول عليهم النوعين بتوعنا، اللي هو الباور تولز الأدوات اللي بتشتغل بالقوة بقى ميكانيكية، قوة بنيوماتيك الهواء، أو الأدوات اللي بتشتغل بالكهرباء electrical، أو الهاند تولز اللي هي الأدوات اليدوية، as listed in this chapter are inspected إيه بقى؟ in accordance with the laws and regulation applicable in the country of operation and certified by an expert. يعني ليها صيانة دورية بجدول محدد طبقا لقوانين البلد أو قوانين الشركة اللي أنا شغال فيها، المكان اللي أنا شغال فيه. طيب بس بإيه بقى؟ بخبير، رجل by an expert، رجل خبير في عمل الصيانة. يعني ما ينفعش برضو شخص غير مؤهل هو اللي يعمل لي فحص للمعدة دي. طيب مفروض ان انا عندي ايه؟ the next inspection date must be indicated on the sticker. يبقى احنا عندنا كده ما ننساش جزئية مهمة جدا، ان انا اي معدة بيبقى عليها ستيكر، خصوصا لو معدة بقى باور تولز بيبقى عليها ستيكر بيبين معاد الفحص القادم امتى. تمام جدا. انا طبعا هحاول هجيب لكم صورة عن شكل الستيكر او شكل مثال الستيكر بيبقى عامل ازاي، والتواريخ بتبقى عاملة ازاي، وهشرحها لكم كمان بالصورة. زي ما انتم شايفين كده شكل الستيكر اهوت، النكست انسبكشن بيقول لك، وعندي الارقام مترقمة من 1 لحد 12، ودي الشهور السنة، وعندي كمان تحت هنا ده شكل الانسبكشن كارد بس قديم، عندي من 11 لحد مثلا 16، ودي معناها دي السنين او 2011 2012 2013 2014، بيتم تأشير علامة مثلا على شهر 7 وعلى سنة كذا، وده بيبين على ان ده معاد الانسبكشن القادم. طيب بيقول لي ايه بقى ملحوظة هنت كده كويس جدا في الاخر، ان always check the inspection date prior to use. يبقى قبل ما استخدم المعدة او قبل ما استلم المعدة بتاعتي من ال warehouse او من ال storehouse، اشيك على ال inspection date prior to use اللي هو قبل ما استخدم المعدة، اشيك على ال next inspection date. طيب دلوقتي انا كده خلصت الكلام بشكل عام، اتكلمنا عن ال risks المخاطر اللي ممكن تواجهنا من استخدام ال tools بأنواعها الهاند تولز والباور تولز، واتكلمنا عن السيف يوز ازاي نستخدم التولز دي ايا يكن نوعها بأمان من غير ما يحصل اي مشاكل. دلوقتي على الهاند هيلد باور تولز او الادوات المحمولة باليد، هاند هيلد يعني التي تحمل باليد، ودي عندنا منها نوعين. النوع الاول اللي هو تولز ذات اوبريت ات ا سيف فولتج، اللي هي الادوات التي تستخدم عند فولت امن. الفولت الامن اللي هو ايه؟ اللي هو 42 او 50 فولت اي سي، او 110 120 فولت عند الدي سي. يبقى انا عندي كده الفولتين دول امنين ليه؟ لان هما ما بيوصلوش للفولت اللي هو بيشتغل عند الساق الكهربائي، اقل من الفولت اللي هو 220 فولت. يبقى الادوات الكهربائيه التي تستعمل او تستخدم في فولت 42 50 فولت اي سي او 110 120 فولت دي سي، دي ادوات امنه بيسموها الادوات الامنه. طيب النوع الثاني من الادوات الكهربائيه التي تحمل باليد هي تولز ذات اوبريت ات 220 فولت او عند 220 فولت، ودي الفولت العادي بتاعنا، الفولت اللي هو اللي ماشي في الكهرباء في البيوت وفي الشقق وخلافه، وده الفولت الطبيعي بتاع دولتنا مصر. يبقى ده النوع الثاني من ادوات الكهربائيه التي تحمل باليد. طيب الملحوظة بقى هنا بتقول ان tools that operate at 220 volt must be double insulated، يعني لازم تكون معزولة عزل مزدوج. ايه هو العزل المزدوج؟ اي اداة، اي شنيور، اي منشار كهرباء، اي حاجة تستخدم عند الفولت 220 فولت، هتلاقي كده على المعدة اليدوية بتاعت الصاروخ او الشنيور هتلاقي في علامة مربع داخل مربع، زي ما انتم شايفين علامة قدامكم، مربع داخل مربع، دي معناها الدبل انسوليتد. الدبل انسوليتد ده اللي هو fitted with an extra layer اللي هو فيه طبقة زيادة of insulation من العزل to protect the body against electrical shock، اللي هو عشان تحمي الجسم الانسان من الصعق الكهربي. يبقى الرمز اللي قدامكم ده اللي هو مربع داخل مربع، ده معناها اللي هو العزل المزدوج او الدبل انسوليشن او الدبل ايزوليشن. طيب ايه هي المخاطر الريسكز اللي ممكن تواجهني
من استخدام الهاند هيلد باور تولز، من استخدام الادوات اليدويه الكهربائيه. ايه هي؟ there is a risk of electrocution اللي هو الصاق الكهربي. يبقى في عندنا ريسك اللي هو الصاق الكهربي when using hand held power tools، لما بنستخدم المعده اليدويه، ممكن المعده الكهربائيه اللي تستخدم باليد زي الشنيور وغلافه، ده ممكن يكون عندي احتماليه الصاق الكهربي. طيب عندي ايه تاني؟ there is a risk of burn from flying sparks، عندي اللي هو الحروق، ممكن يكون عندي ريسك اللي هو الحروق، الحروق الناتجه عن الفلاينج سبارك او الشظايا المتطايره او اللي هو السبارك، السباركس المتطاير اللي هو شظية المتطايرة ممكن تؤدي الى عملية احتراق. طيب عندي ايه تاني؟ عندي a potential to ignite explosive mixtures، ان انا عندي ممكن يسبب اشتعال خليط قابل للاشتعال او قابل للانفجار. يبقى ده احد الريسكات، هو كمان ريسك رقم 3 ان انا ممكن اعمل ignite explosive mixture. تمام، عشان كده بيقول لي regulation have been formulated to prevent explosions particularly when work is being done in confined space، خصوصا لما بستخدم هذه الادوات داخل اماكن مغلقه. يبقى عندي المنظمات او المنظمات منعت استخدام هذه الادوات داخل الاماكن المغلقه، عشان كده الاماكن المغلقه ليها ادوات مناسبه وادوات معينه هي اللي تستخدم داخل الاماكن المغلقه عشان ما يتمش الاشتعال، لان في عندنا داخل الاماكن المغلقه احتماليه وجود اكسبلوزيف ميكشر خليط قابل للاشتعال. تمام، ولذلك في بعض الادوات هنتعرض لها بعدين هي ديت المناسبه للاستعمال داخل الكونفايند سبيس. طيب زي ما قلنا، طبعا زي ما قلنا الريسك لازم نتعرض ان احنا نقول للسيف يوز. طيب السيف يوز بتاعنا بقى ايه؟ السيف يوز هو ان انا استخدم الاداه المناسبه للشغلانه مناسبه، اهو use the appropriate tool for each job. تمام، ايه تاني؟ ان انا اعمل ايه بقى تاني؟ always wind an electrical cable reel off completely، ان انا لازم يكون الكابل بتاعي، كابل الكهرباء بتاعي بتاع المعده يكون مفرود بشكل تام، ما يكونش فيه اي تنايات او اي ربطات من النص. لانه بيقول لي ان انا ممكن من خلال اللي هو الهاي فولتج بتاعتي، كباستي هاي فولتج، ممكن الرولد ده كان بيرست انتو فليمز، ممكن يسبب ان هو يعمل شعله او ان هو يعمل شورتج في السلك الكهرباء فيؤدي الى تسريب كهرباء او السلك يتقطع فيسبب مشكله. طيب ميك شور ذات ذا ورك بيس از فيكسد ان بليس، يعني ما ينفعش يكون عندي شغلانة او الشغلة اللي بيسموها الشغلة ان انا بعمل لها او بشتغل عليها وتكون مش مثبتة كويس في الترابيزة بتاعتي مثلا او في المكان اللي انا بشتغل فيه. لو انا عايز اخرم قطع معدنية او عايز اقطع حاجة معدنية، مسمار او خلافه او بولت او اي حاجة، لازم تكون متثبتة كويس في التسجة اللي انا شغال عليها. ما ينفعش اشتغل على شغلانة او شغلة وتكون مش مثبتة جيدا. طيب بعمل ايه تاني؟ prevent overloading، ان انا اتجنب او اتفادى الاوفرلودنج او الحمل الزائد. don't use the tools beyond its permitted capacity، ما تشتغلش بيها فوق الطاقه القصوى اللي هي محدده. as the electrical motor was over otherwise it's burn out، يبقى في هذه الحاله ان انا لو استخدمتها وراء الحد الاقصى المسموح هيتحصل ان الماتور بتاع المكنه او المعده اللي انا شغال بيها هتتحرق. لو استخدمت الشنيور مثلا لمده طويله جدا شغال بدون فصل او بدون فصل راحه، ممكن الماتور بتاعه يتحرق. طيب be careful with the connecting lead، never carry the machine by the lead and protect the lead against heat oil and sharp edge، remove the plug from the wall socket when the tool is not in use. يبقى لازم اكون حريص جدا مع الاداه بتاعتي، وان انا لما باجي اشيل المعده بتاعتي او اجي اشيل خلصت استخدام المعده ما سيبهاش متوصله لسه في الكهرباء، اشيلها من الكهرباء او اشيل الكابل بتاعي من الكهرباء، واخد بالي كويس جدا ان انا بعيد عن الحراره، بعيد عن الزيوت، وبعيد عن الشارب ايدجز، عن الاطراف الحاده اللي ممكن تجرح سلك الكهرباء بتاع المعده. always secure the lifeline to the machine when work at height، لو انا شغال بالمعده على ارتفاع بقى at working at height، لازم نستخدم لها لايف لاين اللي هو نعملها سكيورنج او نامنها عشان خاطر لو لا قدر الله فلتت مني ما توقعش من ارتفاع.
يبقى اتكلمنا دلوقتي عن السيف يوز بتاعنا، واتكلمنا عن الريسكات بتاعت الهاند هيلد تولز. هتكلم برضو عن البري يوز تشيك. ايه هي البري يوز تشيك؟ اللي هي الفحص اللي انا بعمله قبل ما استخدم هذه المعده. طيب ايه هو الفحص اللي انا بعمله؟ تشيك بريور تو يوز. ايه اعمل ايه بقى؟ اعمل انسبكشن ديت هاز نوت بين باست، ان انا اتاكد ان انا ميعاد الفحص الدوري بتاع هذه المعده ما عداش الوقت عليه. يبقى انا لازم اتاكد زي ما احنا قلنا، هاجي هستلم معده وهستلم اداء، ابص بصه على الانسبكشن كارد بتاعها، ميعاد الفحص بتاعها لسه ما جاش او ما عداش، يبقى تمام كده هذه المعده مفحوصه من شخص اكسبرت او شخص خبير. طيب the connected device switch on off if you move the lid. يبقى هو اللي هو بتاعنا اللي هو الكابل، the connected device switch on off if you move the lid. اللي هو يعني عايز يقولك المقبس الكهرباء بتاعنا، او ان هو اللي هي الزرار بتاعنا، اذا كونكتد ديفايس الكهرباء بتاعنا متوصل سويتش اون اوف، لما باجي اوصل السلك يعني اتاكد من الزرار بتاعها هل هو على وضع اون، ولا اتاكد ان هو على وضع اوف عشان خاطر وانا بوصل ما تشتغلش تشغيل مفاجئ فتعمل لي مشكله. تمام. طيب ذا كيبل ماله؟ ذا كيبل فروم ذا بول ريليف. نتاكد ان انا الكابل بتاعنا سالك يعتبر، يعني مش محشور في حاجه، مش مستك في حاجه، متعلق في حاجه، حاجه تكون شارب ايدج، حاجه تكون جنبه قلنا زي حاجه مشتعله، حاجه تكون قابله للاشتعال، زيوت مسربه، اي مكان يكون فيه حاجات دي كلها، اتاكد ان الكابل مر بعيد عن الاماكن دي كلها وبعيد عن الحاجات اللي بتؤدي الى انقطاع او قطعه. رقم 4 قلنا the on off switch and the device safeguards work properly. يبقى اتاكد من الزرار اللي هو فتح وقفل شغال كويس جدا. شغال كويس جدا ازاي؟ يعني شغال كويس بدون ما يبقى فيه مشاكل، ما بيعلقش. واتاكد ان السيف جارد، ان اي معده دوائيه بيبقى عليها سيف جارد زي الصاروخ مثلا عليه سيف جارد، او القطعه اللي هي بتحمي الشخص من الريش المتطاير، او بتحمي الشخص من الصاروخ او الجسم الدوار زي ما بيقولوا، لازم تكون متركبه او متثبته صح. طيب اتاكد من ايه تاني؟ اتاكد the voltage for the tool is correct، ان الفولت المناسب، ان انا بستخدم الفولت المناسب، يعني ما اجيبش معده بتشتغل على فولت قليل واوصلها بفولت بتاعنا او فولت عالي. طيب the tool's spark، the tool sparks off vibrates. يعني اتاكد من طبعا من السبارك زي ما بيقولوا كده، اوف اور فايبريتس اللي هو الاهتزازيه، واتاكد من اللي هو تشغيل المعده والهزه بتاعتها وقد ايه الدوران بتاعها وكم هرتز والحاجات دي كلها، والمعلومات دي بتبقى خاصه كل معده. ودي طبعا زي ما احنا بنقوله ان احنا بنتاكد برضو من ايه تاني، ان لو فيها دوشه مختلفه تولز برودوس، انها بتنتج سترينج نويزز، لو هي فيها ضوضاء مفاجئه او ضوضاء غريبه عني بعرف ان المعده دي فيها حاجه غلط. كل ده بشيك على المعده قبل ما بشتغل بيها. اول اتاتشمنت هاف بين ريموفد، زي ايه بقى؟ سبانرز والدريل سبورت والحاجات دي كلها تكون اتفكت قبل. هل هي مفكوكه؟ هل هي متركبه؟ الاتاتشمنت، الحاجات الملحقه بالمعده اللي انا هشتغل بيها، لازم اتاكد منها كويس جدا، واتاكد من التركيب الصحيح للمعده. لو انا بتاكد مثلا بستخدم شنيور، اتاكد من تركيب البنطه بتاعتي كومبليتلي انها اتركبت. لو انا بستخدم صاروخ، اتاكد ان قطعه الحجر بتاعتي او الصاروخ بتاعتي او الجزء الدوار بتاعي راكب صح جدا ومتركب صح ومتامن صح ولا لا. هتكلم برضو واخر جزئيه في المحاضره بتاعت النهارده، ان هي المينتيننس او الصيانه. قلنا لازم نتبع فولو ذا مينتيننس انستراكشن، لازم نتبع التعليمات الصيانه بتاعتي. از ريكومندد، از ريكومندد ان في بعض المعدات بيبقى لها ريكومنديشن كده، توصيات لمواعيد الصيانه وهي كيفيه الصيانه، وبرضو بتتم عمليه الصيانه بواسطه شخص خبير او شخص يعرف هذه الامور. تمام. ايه تاني؟ ان انا مفروض keeping the tools in its designated place، ان انا مفروض ان انا بحفظ المعدة ان في المكان المخصص ليها immediately after use، بعد ما بستخدمها مباشرة. وايه تاني يا محمد؟ وايه تاني يا جماعة؟ clean and ready to use، ان انا لما بشيلها نظيفة وقابلة للاستخدام مجددا. يبقى انا بعد ما بستخدم الاداة مفروض اتأكد من نظافتها، وبتأكد ان هي متشيك عليها، وبتأكد من ان هي سلامتها ومحطوطة في المكان بتاعها في الستور هاوس او في الويرو هاوس بتاعنا او المخزن بتاعنا.
اخد بالي من ايه؟ اخد بالي من الليدز الوصلات، اخد بالي من الخراطيم، اخد بالي من الكيبلز الكابلات، اخد بالي من ايه تاني؟ اخد بالي ان في اخد بالي ان الحاجات المعدة ديت تكون محمية جيدا ومحطوطة في المكان كويس جدا وبعيدا عن الاشياء اللي ممكن تقطعها او تأثر عليها. ان انا المفروض ان انا اشيك على الحاجات دي كلها، دي تبع الصيانة، واتأكد ان انا حتى في المكان بتاعها في المخزن اتشالت في مكان جيد، واتأكد ان انا برضو لو حاجة فيها خراطيم زي ما قلنا ان في معدات او بعض الادوات تستخدم بنيوماتيك هوزس او خراطيم هواء، اتأكد ان الهوزس بتاعتنا سليمة، اتأكد ان الكابلات بتاعتنا سليمة وما وقعش عليها اي ضرر، اتأكد من الكابلات زي ما قلنا البلاجات، اتأكد من الـ من الـ من الـ ان هي اتثابت في المكان المحدد لها في المخزن وما يكونش اتحط فيها حاجات ادوات ثقيله او معدات ثقيله او اوزان تقيله تاثر على المعده، او ممكن يكون حاجه شارب ايدجز تقطع المواد. اتكلمنا النهارده عن التولز بشكل عام، واتكلمت عن الهاند هيلد باور تولز. محاضرات هتستكمل ان شاء الله في التسجيلات القادمه. هنبدا المحاضره الجايه ان شاء الله بالفيكسد جرايندنج ماشينز، او ماكينات الجرايندنج الثابته الفيكسد اللي هي معناها الثابته. لكن دلوقتي اقدر اقول لكم ان احنا خلصنا المحاضره الاولى في السلسله بتاعتنا اللي هي السيفتي انستراكشن او تعليمات السلامه الخاصه بالتولز. اتمنى اكون ان انا ناس استفادت، واتمنى اكون ان انا قدرت الم بعض المعلومات اللي عندي، وزي ما قلت لكم في الاول فوق كل ذي علم عليم، ان احنا راي الصواب يحتمل الخطا وراي خطا يحتمل الصواب، والموضوع ده طبعا مفروغ منه. احنا المفروض ان احنا نتعلم من بعض، فاي حد عنده تعديل على الكلام اللي انا قلته وعنده اضافة على الكلام اللي انا قلته بصدر رحب يقدر يضيفه في التعليقات ونقدر نتناقش فيه. بشكركم مرة تانية، وهختم المحاضرة بدعائي: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مهندس محمد لطفي الإيراني، مهندس السلامة والصحة المهنية، وأشكركم جدا، وأتمنى للناس كلها حسن الاستفادة، والسلام عليكم ورحمة الله.